يجمع علماء الجيولوجيا على أننا نعيش فوق سطح أرض لا ثابت فيها سوى التغير باستمرار، الأمر الذي يجعل من الهزات والزلازل الأرضية حوادث يومية متفاوتة الدرجات. والواقع أن العوامل الطبيعية هي السبب الرئيسي وراء حدوثها، لكن هذا لا يمنح شيكا على بياض للإنسان. فهناك أنشطة بشرية تتسبب أيضا في زلازل تتفاوت شدتها حسب طبيعة النشاط. فوفقا لدراسة نشرت عام 2017 في مجلة Research Letters، فقد وقع ما يقارب 730 زلزالا مفتعلا على مدار 150 سنة الماضية بسبب الأنشطة البشرية. هذا العدد بطبيعة الحال دون احتساب الهزات الارتدادية. وفي تحديث قامت به قاعدة بيانات هايكويك، فقد وصل عدد المشاريع الصناعية البشرية التي تسببت في الزلازل إلى 1240 مشروعاً من مختلف أنحاء العالم حتى نهاية عام 2022. والزلازل المفتعلة التي تعرف علمياً باسم الزلازل المستحثة هي زلازل تقع بسبب الأنشطة البشرية التي تؤذي طبقات الغلاف الصخري سواء على حدود الصفائح التكتونية أو حتى بعيداً عنها، وهي لا تقل دماراً ودموية عن الزلازل الطبيعية، كما هو الحال مع زلزال ينشوان في الصين الذي أودى بحياة أزيد من 87 ألف شخص وبلغت قوته 7.9 على مقياس ريختر، وقد حدث بسبب الوزن الضخم للمياه المحتجزة بواسطة خزان يقع بالقرب من مركز الزلزال، والذي يبلغ ارتفاعه 156 متراً، وهو أقوى زلزال مستحث عرفه التاريخ المسجل. ولعل التكسير الهيدرولوكي أكثر الأنشطة التي تتسبب في هذه الزلازل، بالإضافة إلى التعدين وتخزين المياه وبناء السدود ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية الأرضية. والمطلوب قبل إحداث هذه المشاريع هو تقييم المخاطر عبر استشارة العلماء والهيئات التنظيمية المختصة وسن قوانين تنظم هذه المشاريع بشكل مدروس للحد من كل ما لا يحمد عقباه. كما يحذر بعض المختصين من الحفر بالقرب من المناطق المأهولة لأنها قد تسبب عواقب وخيمة، حيث يمكن أن يؤدي التكسير الهيدروليكي إلى أنشطة زلزالية سواء بشكل مباشر من خلال الحقن العميق للتخلص من تدفق التكسير الهيدروليكي أو من خلال التخلص من مياه الصرف الصحي المستخدمة في العملية، وهي محلول ثانوي يستخدم لتصديع وتكسير آبار النفط والغاز وحتى تكسير الصخور بسبب ضغطه العالي.